السلام عليكم. كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية ومركز الحضارة العربية الإسلامية لقرون خلت، وكانت بوتقة ثقافية صهرت جميع مظاهر الحياة في الدولة الإسلامية، وعكست نموها الطبيعي بما في ذلك عماراتها المتميزة. مع ذلك شهدت المدينة سلسلة من الأزمات والصراعات ومظاهر الإهمال التي أدت إلى تآكل هويتها العمرانية شيئا فشيئا في ظل الحكومات المتعاقبة التي أتت مع الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2000. أثرت أزمة الهوية الثقافية والمعمارية في بغداد في التفضيلات العامة، وأدت إلى تزايد التلوث البصري. وقد تميزت العاصمة العراقية عبر تاريخها بالتصميمات المعمارية الجذابة ومبانيها التي تعكس تراثها الثقافي، وتميزت الضواحي السكنية دوما برونقها المعماري، والتزمت بقواعد التخطيط والبناء. لكن الأضرار التي تعرضت لها بغداد بعد الاحتلال طالت البنية التحتية العامة والمباني الحكومية بصفة رئيسة. السنوات التي تلت الاحتلال لها تداعيات مدمرة لهوية المدينة التاريخية والمتميزة التي بدأت بالاندثار، إذ تراجعت العمارة التقليدية في الأحياء السكنية ليحل محلها الوحدات السكنية المجزأة التي انتشرت بفعل البناء العشوائي، وأصبحت معظم الأبنية الجديدة في بغداد رديئة التصميم والتنفيذ. هذا فضلاً عن الأماكن العشوائية التي انتشرت بصورة واضحة في العاصمة بغداد، التي سقطت في دوامة الفوضى والتدهور نتيجة غياب آليات مراقبة الجودة، إلى جانب سوء الإدارة والتخطيط وغياب الإرادة الوطنية والسمسرة والرشا وجهل القائمين على بغداد، سواء كانت من أمانة بغداد أو مجلس المحافظة، وعدم إيلاء أهمية خاصة لهذه المدينة العريقة والتاريخية خلال السنوات العشرين الماضية. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: لماذا فقدت العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية هويتها العمرانية؟ هل تأثرت بغداد بالتخطيط الحضري اللامدروس في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003؟ كيف ألقت تداعيات التغير العمراني بظلالها على المكانة الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على جودة الحياة ونمطيتها؟ وما أسباب انتشار العشوائيات في المدن العراقية خلال العقدين الماضيين؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في برنامج طاولة حوار لهذا الأسبوع، الذي يحمل عنوان: التغيرات العمرانية في بغداد هوية مفقودة. سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع، مرحبا بكم، حياكم الله. يا أهلا، مرحبا. وسينضم إلينا عبر سكايب المهندس المعماري ومخطط المدن الدكتور فلاح صباح الكبيسي. دكتور فلاح، مرحبا بكم، حياكم الله. حياك الله حبيبي، حياك الله أخي. حياك الله. مشاهدينا الكرام، ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، نبحث في برنامج هذا الأسبوع طاولة حوار: التغيرات العمرانية في بغداد هوية مفقودة. أرحب مجددا بالدكتور رافع الفلاحي والدكتور فلاح الكبيسي. أبدأ معكم دكتور رافع، يعني أنت دارس تاريخ، كانت بغداد قبلة العالم خاصة في العصر العباسي وحتى في فترة ما قبل الاحتلال، على الرغم من الحروب التي خاضها العراق وأيضا الحصار الذي فرض على العراق لمدة 13 عاما. لماذا فقدت بغداد هويتها المعمارية دكتور؟ ما السبب في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذ محمد وحيي ضيفك الكريم دكتور المهندس فلاح الكبيسي. الحقيقة أنا أعتقد، يعني في الجانب الفني سأتركه للدكتور فلاح، هو المتخصص وهو الرجل العالم في هذا الموضوع وهذا اختصاصه. أما في الجانب الاجتماعي والسياسي سأتحدث أنا.
يعني في هذه الحلقة. أنا أعتقد إنه هوية كل مدينة تعبر عن هوية ساكنيها، عن هوية أهل هذه المدينة. بمعنى أنك إذا ما دخلت في أي بيت، شكل البيت الداخلي يعبر عن شكل الناس، عن طبيعتهم، عن تصرفاتهم، عن تحضرهم، عن تخلفهم، هكذا. وشكل المعمار الخارجي يعبر عن هوية مجتمع وهوية إنسان. وهذه الهوية الإنسانية والمجتمعية في أي مدينة هناك عامل سياسي يصنعها، هناك مظلة سياسية إما أن تحافظ عليها وأم تتركها سائبة. قضية مدينة بغداد، وتحدثت عن تاريخها منذ القدم وصولا إلى فرض الحصار على بغداد. لا. مدينة بغداد شهدت فترات كبيرة جدا جدا معماريا، شكلها تغير كثيرا، استطالت وامتدت وتعمقت وترهلت بشكل أو بآخر. ربما كان للعامل السياسي تأثير كبير في هذا الموضوع. أنا لا أقصد يعني هذا انتقاص من بشر معينين أو سكان معينين، لا، لكن لكل مدينة لها خصوصيتها في سكانها، في طبيعة سكانها. وهذه المدينة طبيعة سكانها يتأثرون بطبيعة مناخها، بطبيعة تربتها، بطبيعة ظروفها، بيئتها، كل هذا فيما يحيطها، يعني كل مقترباتها، هذه كلها مؤثرة عليها، طبيعة إنتاجها، طبيعة صناعتها، كل هذه القضايا تؤثر على المدينة وتشكل معماريتها. ومعمارية كل مدينة نابعة من أهلها. بمعنى أنه لو جئنا بأي مدينة في العراق وجئنا بمعماريين أجانب، هولنديين، إنجليز، وبنوا بالمعمارية التي يرونها، بالشكل الذي اعتادوا عليه، بالشكل الذي درسوه، بالشكل الذي تعودوا عليه في أوروبا، هل ستمثل هذه المدينة شكل الناس الذين يسكنون فيها في العراق؟ أبداً. لن تمثلهم، لن تعبر عن دواخلهم، مجتمعاتهم، سياسة إنسانيتهم أبداً. إذن في بغداد كانت، وفي كل المدن العراقية كانت، المدن والمعمار فيها يعبر عن شكل الناس. صحيح. والنظام السياسي كان له تأثير. بغداد تعرضت لكثير دعني أقول من السياسات العشوائية التي أدت إلى هذا التخريب الذي تتحدث عنه أنت في يعني وآخرها يعني دعني ما دمنا نتحدث في السياسة. ليس انتقاصا من نظام معين، لكن هناك قرارات عشوائية غير صحيحة. خذ في عام 1958 بعد ثورة 14 تموز ومجيء حكومة عبد الكريم قاسم، ما الذي حصل؟ كان هناك مجموعة من الفلاحين من الجنوب ومن مناطق في بغداد، كانوا قد هربوا من سلطة العشائر أو سلطة الإقطاعية، دعني أسميها هكذا، الإقطاع، وجاءوا بحثاً عن العيش، بحثاً عن العمل، بحثاً عن. عندما تسن قانون الإصلاح الزراعي، ماذا يعني هذا؟ يعني أن تعيد هؤلاء الناس الفلاحين إلى هذه الأرض، تعطيهم هذه الأرض، لأن العراق بلد زراعي. صحيح. أنت يجب أن تدفع هؤلاء الناس للعودة إلى أراضيهم، لكي يسكنوا في أراضيهم، لكي يزرعوا. صحيح. لكي يبقى العراق مثمراً في زراعته، وهذا معروف عن العراق. صحيح. العراق ليس النفط يعني مادة تنضب، لكن الزراعة لا تنضب. صحيح. وهي عماد العراق، والعراق في تاريخه كله، أقرأ التاريخ في التاريخ ستجد أن العراق بلد زراعي. صحيح. وبلد السواد كان يسمى من كثر الأراضي الزراعية. الأراضي الزراعية. صحيح. ومساحة الأراضي الزراعية التي تصلح للزراعة عند رافدين مهمين هن دجلة والفرات، وأراضي خصبة كثيرة. فهذا كله كان ممكن، لكن ماذا حصل؟ بغداد تحملت ضغط أناس جاءوا منها وبنيت عشوائيات جديدة. صحيح. مدن جديدة أضيفت إلى بغداد، شوه منظر بغداد، شوه معمارية بغداد، شوه حتى قدرتها على الاستيعاب. يعني في الفترة الأخيرة كان الأمين الحالي لبغداد، وهي قضية معروفة، يتحدث أنه بغداد صممت لتستوعب 3 ملايين مواطن. هو يقول الآن تستوعب 10 ملايين مواطن، والحقيقة ربما أكثر من 13 مليون مواطن الآن يسكنها.
وإذا ما قسنا في النهار المدن القريبة منها تأتي لأنه الأشغال كلها والأسواق كلها في بغداد، ربما يعني يتعدى 15-16 مليون مواطن في بغداد وحدها هذه المدينة. هذا كله تخريب للمدينة، عدا الإهمال الذي حصلت يعني اللي جرى على بغداد، هذا كله شوه المعمار، شكل المعمار، شكل الاهتمام. ما هو هذا الاهتمام والمعمار وقيمة المدينة وطبيعتها، هذا يعتمد على رؤية من يحكمون، صح، من ينظرون إلى هذه القضية نظرة إنسانية وتاريخية وتراثية وحضارية ويعتزون بهذه المدن. هذه لم تحصل الحقيقة. طيب. دكتور فلاح، أجدد الترحيب بكم. في البداية، من النظرة الهندسية المعمارية التي تتمتعون بها دكتور، هل انعكست تداعيات التغير العمراني على مكانة البغداديين من الناحية الاجتماعية، وبالتالي انعكست كل ذلك على جودة الحياة في مدينة بغداد دكتور؟ حياك الله أخي، تحية طيبة لك وضيفك الكريم العزيز وكذلك إذا مشاهديكم الكرام. أنت يعني سؤالك ممتاز ويبدأ بجودة الحياة. جودة الحياة هو مصطلح حديث، قديما كانوا يسموه الراحة النفسية، الإنسان مرتاح في هذه المدينة أو غير مرتاح في هذه المدينة. جودة الحياة الآن أصبح هو مقياس وفيه مؤشرات كثيرة تقاس على أساسها المدن. فجودة الحياة هي ربما يزداد النسبة كأنه شون عدد السكان في هذه المدينة، كم عدد المحطات الكهربائية الموجودة تحيط فيها، فهو مؤشر، هنالك مؤشرات لجودة الحياة. هذه المؤشرات دائما ما تدرس من أصحاب القرار، ويصير تنافس بين المدن، ونشوف دائما هنالك مقاييس معينة يقول مثلا 100 مدينة جودة الحياة فيها جيدة وعشر مدن هي أحسن المدن، وهاي المدن تتنافس مع بعضها لكي توصل إلى أن تكون رقم واحد. ومن تكون رقم واحد راح الناس اللي فيها يزدادون ثقة في المدينة اللي هم عايشين فيها، راح يصير عندهم نوع من الراحة النفسية المستدامة والمستبدلة. هي بالحقيقة هذا المؤشر يأخذ المؤشر في الحسبان عدة عوامل مرتبطة بحياة الفرد وتؤثر عليها، مثل القوة الشرائية ومستويات التلوث والقدرة على تحمل تكاليف السكن وتكلفة المعيشة والسلامة وجودة الرعاية الصحية وأوقات التنقل والظروف المناخية. كما أن منح الدرجات في مؤشر جودة الحياة يتم بناء على دراسة مجموعة من العوامل الفاعلة إلى جانب الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف. فالمدينة اللي ما بها وظائف مهما يكون من جمالها الناس راح يعرفوها، والمدينة المكتظة والبخار والتلوث فيها مستمر الناس تعوفه، وخصوصا المرضى. وأيضا جودة الحياة تشمل على الاستقرار السياسي والحرية الفردية وجودة البيئة. هذه المصطلحات هي علمية تؤشر على جودة الحياة بين مدينة ومدينة أخرى. ولهذا نشوف مدينة فانكوفر في أقصى كندا تنافس مدينة أخرى مثل أوكلاند في الجهة الشرقية في نيوزيلندا، ينافسون فيينا في فنلندا. يعني المدن الكبيرة مثل نيويورك ولندن وفرانكفورت ما بها جودة حياة قياسا على الأشياء الأخرى، لأنه فيها نواقص معينة، قسم بها كل شيء فيها لكن تلوث، كل شيء فيها لكن العمل ممتوح. فجودة الحياة هي راحة الإنسان اللي يرتاح في هذه البلد. وإحنا هسه نشوف بالوقت الحاضر أهل بغداد دائما يقول والله إحنا قبل كنا مرتاحين، الآن الظروف تغيرت علينا، السيارات صعبة والدنيا صعبة والحياة صعبة والتنقل صعب والهواء غير نقي، هذه كلها هي جودة الحياة. طيب، فإن شاء الله وفيت بالسؤال مالك. إن شاء الله دكتور. سآتي على مشكلة البيوت المجزأة والبناء العشوائي، ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور رافع. دكتور رافع،
أستعير عبارة ذكرها الدكتور فلاح، تنافس المدن فيما بينها. نقرأ في نشرات الأخبار دكتور عن العواصم المتميزة في العالم، وحتى أن بعضها من دول خليجية تميزت بالبناء والبنية التحتية المتطورة. ولكن دكتور، السؤال المطروح هنا، يعني ما هي المعايير التي تجعل هذه العواصم من أرقى المدن، ودائما تأتي بغداد بأنها من أفشل وأسوأ المدن؟ ما السبب في ذلك؟ ربما الدكتور فلاح قد تحدث عن بعضها، عن جودة الحياة. نعم، جودة الحياة والتنافس بين المدن، وتحدث عن كثير من المعايير التي توضع في اختيار هذه المدينة، في تفضيل هذه المدينة عن تلك المدينة. نعم. لكن دعني أذكر لك يعني مشهد ربما يعبر عن هذا الموضوع. في نهاية الثمانينات كنا في يعني في إحدى الدول الأوروبية. طيب. وذهبنا لزيارة مدير بلدية تلك المدينة، عاصمة أوروبية، وأخرج لنا، وكنا نتحدث، فأخرج لنا خرائط للمدينة في ذلك الوقت في الثمانينات. الخرائط حدثنا عنها الرجل، قال هذه الخرائط لمدة 50 سنة مستقبلية معدة لهذه المدينة لمدة 50 سنة. فاستغربنا كيف يمكن إعداد مثل هذه الخرائط، تخطيط لهذه الفترة بعد 50 سنة هذه المدينة بهذا الشكل. فشاهد استغرابنا، قال لا، يعني في رئاسة الجمهورية لدينا الآن خرائط ل150 سنة مستقبلية كلها معدة وكاملة وجاهزة، وبدأ يشرح لنا على الخارطة التي تحت إيده اللي هي 50 سنة، الجسور والطرق والمترو من يدخل، كل شيء محسوب، الحدائق وين، المنتزهات وين، رئات المدينة وين، الحواضن المدينة ماذا تؤدي، توسع المدينة وين يقف، ما هي البنايات. هذا يرجع إلى القضية، إلى أن هناك تخطيط، هناك رؤية علمية للمدن، هناك هذه التي تضع المعايير موضع التنفيذ على الأرض. لا. هناك رؤية علمية، تخطيط ليس عشوائيا. يعني الآن في بغداد وزارة الأعمار قبل أيام كانت تتحدث عن وجود، يعني هو تحدث عن العراق كله، يقول أكثر 4 ملايين مواطن يسكنون في العشوائيات. نعم. وهناك 1552 حيا عشوائيا. طبعا الرقم قليل جدا، ورقم الناس أيضا قليل جدا، وهذا متوقع يعني بهذه الأرقام. رقم الذين يسكنون في العشوائيات يزيد عن 7 ملايين مواطن، وعدد العشوائيات فقط في بغداد أكثر من 3500 عشوائية. هناك هذا كله شوه صورة المعمار، شوه صورة المدن، جعل المدن تستطيل بلا تخطيط، بلا، وهذه العشوائيات بلا كهرباء، بلا ماء، بلا خدمات، بلا، تحدث عنها الدكتور، بلا راحة نفسية. صحيح. لا توجد هذه الراحة النفسية اللي يسميها يعني معايير الحياة اللي موجودة، اللي أبسط معايير الحياة تتوفر بها، لا مدارس، لا خدمات، لا بنى تحتية، لا مياه ثقيلة، لا يعني أقصد شبكات مياه ثقيلة، شبكات ماء، كهرباء طبيعي. هذا كل جزء من هذه العشوائية التي شوهت شكل المدينة، حتى لو كانت بها بنايات تراثية تعبر عن شكل بغداد، ضاعت وسط هذا الكم الهائل من العشوائيات، من البناء الغير طبيعي، غير منظم، غير مخطط، من الطرق غير طبيعية، من شقاقات الطرق وتقاطعها بشكل غير طبيعي. هذا كله ما مخطط. لذلك أنا تحدثت عن هذه المدينة، اللي تحدث مدير بلديتها عن تخطيط لمدة 50 سنة. نعم. و150 سنة. نعم. يعني لاحقة. هذا كله يؤكد أنه الناس تخطط، ترى المستقبل، وترى ماذا تفعل في هذه المدينة، وكيف يمكن أن نخدم ناسها. وكل هذا المعمار، كل هذا التخطيط هو لخدمة الناس. صحيح. يعني وبالتالي هو سيميز هذه المدينة، سيعطيها صورة وهوية ثابتة، مختلفة، متطورة. الهوية ليست ثابتة، يعني ليست هوية بغداد عندما أسسها أبو جعفر المنصور هي نفس هوية بغداد بعد 1000 سنة. صحيح. هذه كانت المدينة الدائرية اللي بها بوابات، ذهبت هذه، لكن تبقى الهوية متطورة، وتعطي من أهلها، وأهلها يعطوها منها. طيب. هذه غير موجودة في بغداد. مع الأسف الشديد. دكتور فلاح، نأتي على مشكلة مهمة جدا، وهي مشكلة البيوت المجزأة والبناء العشوائي،
وانتشارها على نحو ملفت للنظر خاصة في العاصمة بغداد. هل مشكلة البيوت المجزأة والبناء العشوائي كانت السبب في تدمير البنية التحتية والخدمات كالماء والكهرباء والصرف الصحي دكتور؟ الله يسلمك. يعني تفضل بالدكتور سابقا قبل قليل، هو ما يطلق عليه التصميم الأساسي. في السبعينات كل مدينة وكل قرية وضع لها تصميم أساسي، هاي حدود المدينة لمدة 30 سنة لمدة 20 سنة. بغداد أيضا كانت هي الأساس، والمدن الرئيسية في العراق هي الأساس، لها تصميم أساسي. تصميم الأساس تقوم به شركات أجنبية كانت، وتدربوا العراقيين معاهم بكثرة، وأنتجوا كوادر كبيرة في هيئة التخطيط العمراني. فلكل مدينة هنالك تصميم أساسي. بغداد كان لها تصميم أساسي إلى سنة 2000، وبعد الاحتلال رادوا يسوون تصميم أساسي. بغداد ما عندها تصميم أساسي لحد الآن، كل ما يريدون يقدمون التصميم الأساسي تطلع لجنة معينة في أمانة بغداد وتغير وتأجل وتوضع وتغير وهكذا. ولهذا لا يوجد قانون، كأنه مقصود أن يكون لا يوجد قانون. لما عدم وجود القانون والضعف في تطبيقه هو الأساس في تردي المباني، هو الأساس في تغيير شكل العمران في داخل المدينة. فدائما المدن تضعف بسبب، يعني أنت لما تقول لي على عدد البيوت المجزأة والبناء العشوائي، هو نتج عن زيادة السكان في المحلة السكنية أو الشارع، وهو يأتي بالأساس من الفوضى العارمة اللي صارت بعد الاحتلال. بعد الاحتلال توقفت كل القوانين، فالهجرة ازدادت، ارتفاع الأراضي زاد، الطلب على السكن زاد، فأصبحنا كل البيوت اتقسمت إلى أجزاء أجزاء، رغم أنه القوانين ما غيروا قانون، يعني قانون تقسيم الأراضي ما تغير. بس يصير بيت 600 متر هو مالك واحد، إلى انباع إلى على 50-50 على 10 أشخاص، فكلهم مشتركين في ملكية هذه الأرض. فبالتالي حصلنا على بيوت أو عشش بالحقيقة، بس مبنية بالكونكريت. هذه العشش هي ما بها جودة حياة، ما بها حياة حقيقية، وإنما أثرت بشكل عشوائي بشكل كبير على البيئة، على الهيكلية للبنى التحتية الموجودة في المنطقة. يعني لو نأخذ أي حي سكني موجود بالعامرية أو بالبلديات، كان سابقا موجود إلها شبكة المياه، شبكة الكهرباء، شبكة المجاري. لما هو كان وحدة سكنية، الشارع إذا كان بـ 20 بيت وأصبح 100، فعدد السكان اللي زاد فيه كم زيادة تحتاج أنت بالمياه والكهرباء والمجاري؟ فإذا خربت البنية التحتية لأنه ضعفت السيطرة على قوانين البناء، ضعفت السيطرة على تكليف الناس بضبط هاي الأشياء، فازدادت العملية عشوائيا أكثر، وتاه البلد بسبب عدم وجود الأمان الحقيقي لهذه القوانين وعدم تفعيلها تفعيل كامل. ضعف إمكانيات النقل العام مثلا، هو أساسا ضعف النقل العام، زادت عدد السيارات، ومعظم السيارات هي تالفة وهالكة، فزاد معها الغازات السامة. فنشوف أنت ما تقدر تمشي بالشارع، وحتى لو كنت بسيارة يعني من الصعب الغازات ما تشتمها داير ما يدورك، والزحام اللي يصير، المسافات اللي كنا نمشيها في ربع ساعة بالسيارة الآن أصبحت ساعتين وثلاث ساعات. فأصبحت المدينة بشكل لا يطاق، فهو ضعف السيطرة على القوانين، واللي صار فلتان القوانين، نسميه فلتان مثل الفلتان الأمني، اللي أثر بشكل إيجابي على البنية العمرانية للمدينة. وأشياء أخرى جت معها، يعني مثلا القوانين اللي صارت يعني في فترة من الوقات في الثمانينات اللي هي الشوارع التجارية، خربت كثير من الأشياء، والناس قالوا لهم توقفوا عن هالعملات. جت الآن بعد الاحتلال
كل من يقدر يسوي الشارع تجاري على راحته. فما موجود قانون يشمل هذا الشيء. هذا السبب اللي جزأ الناس إلى هو طلب السكن وعدم الهجرة الأساسية. وكثير هذا الحالتين، حالة الهجرة والزيادة السكانية حتى في الدول المستقرة، هو عبء كبير على المدن. يعني العبء الكبير يصير هو من الهجرة. تتذكرون قبل كم سنة لما هاجروا أعداد كبيرة من السوريين، إخواننا السوريين إلى أوروبا، كيف حاولت الدول الأوروبية أن تحمي نفسها من هذا المهاجرين، لأنه ما تقدر تستوعبهم. هاي النقطة الأساسية. زيادة السكان في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية والهند، من أسوأ الأشياء اللي يوقف تنمية البلدان هي الزيادة السكانية الغير منضبطة في مصر مثلا. فهذه الأشياء هي اللي تجعل 50 متر، يعني احنا زين بالعراق 50 متر، في بعض الدول والمدن لما تصير عندها نكبات مثل ما صار نكبة الاحتلال ما يحصلون على 10 أمتار على غرفة واحدة. فهذا السبب، والله المعين على هذا الأمر. طيب دكتور، دكتور رافع، ربما هناك تخطيط من قبل الحكومات المتعاقبة وتخطيط غير مدروس، ولكنها بطبيعة الحال لا ترقى لمعالجة المشاكل التي تفاقمت، وذلك عندما تم إيلاء الأمر لغير المختصين. هل وصلت المحاصصة إلى هذا الجزء الحيوي وهو مدينة بغداد التاريخية العريقة؟ أستاذ محمد، يعني الآن لو تسألني أو تسأل أي شخص، وتسأل أستاذ فلاح نعم، وهو متخصص في التخطيط الحضري ورجل مهندس ودكتور وعالم، نعم، ما هي هوية بغداد الآن؟ يعني تسأل أي بشر ما هي هوية بغداد؟ أنا لا أعرف الحقيقة ما هي هوية بغداد، عدا أن تكون هي عاصمة العراق. طيب، كما تسمى، عداها ما هي هويتها؟ ليس لها هوية، الهوية فقدت. هوية فقدت بسبب أولا الضغط السكاني، العشوائيات، التمدد العشوائي، البناء غير صحيح، الطرق غير صحيحة، وسائل التنقل. حتى هذه اللي أشار لها دكتور فلاح قبل قليل، أنه أنت تخرج من بيتك لقضاء حاجة بربع ساعة كنت، الآن تحتاج لك ساعتين ثلاثة. هذا زاد الكلفة، كلفة الحياة. هذه كلفة مادية وكلفة معنوية وإنسانية، لأنه هذه تتعبك أنت كشخص، وتدفع من أموالك حتى تصل إلى نفس المكان الذي كنت تصله بربع ساعة، الآن توصله بثلاث ساعات. هذا كله جزء من استهلاك واندثار، وكل اندثار بالطرق، واندثار بوسائل التنقل، واندثار بالوسائل الإنسانية، بالإنسان نفسه. هو الإنسان يتحمل جزء من ضغط عصبي وضغط نفسي وانفلات للوقت، يعني حتى عدم احترام للوقت. هذا كله يعود إلى، مرة أخرى، إلى التخطيط غير المنضبط، غير الصحيح. أضف إلى ذلك دكتور، المشكلة بالأشخاص لو بالتخطيط، وهي صارت محاصصة بالعراق. نعم، يعني مثلا مين بغداد من الحزب الفلاني، وهكذا. أنت تعرف الموضوع يعني. نعم. نعم. نعم، عندما يكون هناك تخطيط لن يكون هناك محاصصة، لأن التخطيط يفرض عليك نقاط محددة، وصول إلى أهداف محددة، تحقيق أهداف محددة في ظرف زمني محدد، لغاية محددة، لهدف محدد. هذا غير موجود عندنا بالعراق. العراق بعد 2003 ما الذي حصل؟ طوال السنوات، هذا طبعا ما له علاقة بنظام سابق ونظام لاحق، لكن من عام 1921، من تأسيس الدولة العراقية لحد 2003، كانت تبنى المدن وبطريقة تراكمية، كانت تبنى جامعات ومدارس في كل المدن. هذا بناء الجامعات في البصرة، بالعمارة، بمدري وين، بكل مكان، في الموصل، في بغداد، هذا كله حتى يستوعب الطلبة أيضا لا يجون إلى بغداد الكل. تبنى معامل في كل المدن حتى تستوعب القوى العاملة، تبنى معسكرات للجيش في كل المدن لكي تستوعب القوات العسكرية، القوات الشرطة، قوات الخدمات، كل شيء، حتى المدن تكتفي ذاتيا، لا تصير هجرة. إضافة إلى هناك أراضي زراعية تزرع، هذا كله جزء من تخطيط مسبق، أهداف محددة مدروسة، بدون عشوائية، بدون محاصصات. نعم، هذا كله يحقق الأهداف المعينة. عندما تغلق المعامل، عندما تغلق كل هذه الجامعات، كل هذا،
هذا كله يعيدك مرة أخرى إلى الهجرة، إلى الهجرة إلى المدن التي فيها أسواق وفيها قدرة شرائية عالية وفيها قدرة على العمل. لماذا بغداد الآن نفوسها 13 مليون مثلاً؟ لماذا؟ لأنه بغداد سوق للعمل. كل اللي تركوا في الجنوب أو في كثيرين أراضيهم التي يبست، الأراضي الزراعية تركت، ما قادرين يزرعوها، وحتى اللي يزرعوها لا يستطيعون تسويق محاصيلها، وإن سوقوا محاصيلها لا يستطيعون تنافس في الأسواق، لأنه العراق مفتوح على أسواق خارجية والبضاعة الأجنبية تارس البلد من المخدرات إلى كل شيء، فما عنده قدرة ولا أحد يحميه وماكو حماية من الدولة، فيضطر إلى أن يترك هذا لكي يبحث عن عمل آخر. أين يبحث؟ يبحث في الأماكن أو في المدن التي فيها سوق للعمل. سوق العمل في بغداد عالي جدا لأنه مدينة تتركز فيها. صحيح. هذا شوه صورة بغداد، ضيع هوية بغداد. هذا ما له علاقة أنت هذا من الجنوب، هذا من الشمال، هذا من الموصل، هذا ابن الرمادي، هذا ابن العمارة، لا، هذا له علاقة في مدينة. هل قد تستوعب؟ هل قد قدرتها؟ هل قد وظائفها؟ نعم. هذه الوظائف ضاعت، هذه القدرة ضاعت، شكل المدينة تغير عشوائيات، لأنه هذا اللي يجي من برا يجوك 10,000 فرد في يوم واحد. في الفترة الماضية كانوا يتحدثون عن مئات الآلاف من العوائل التي نزحت من مدن الجنوب، من العمارة ومن الكوت وغيرها إلى بغداد. صحيح. طيب ما هذا يحتاج سكن، يحتاج خدمات، يحتاج بنى تحتية، يحتاج كل شيء. هو ما يجد السكن، السكن مرتفع وما قادر يدفع فلوسه، يذهب إلى العشوائيات. هذه العشوائيات تتمدد. صح. هذه تخرب شكل المدينة، تخرب هويتها، حتى شكل اللهجة، هذا كله محسوب، كله محسوب. صحيح. هذا الهواء ايش قد تلوثه، ايش قد قدرته، ايش قد البنى التحتيه، ايش قد المياه، ايش قد المياه الثقيله، ايش قد الكهرباء انت تحتاج، ايش قد السيارات تحتاج، ايش قد الطرق تحتاج، كل هذا يضيع هويه المدينه. فهذا جزء من هذا التخطيط الذي عشوائي وهو غير مدروس وهو محاصصي. فعندما يكون محاصصي هذه الكارثة أكبر بكثير، لأنه كلهم بلا كفاءات والأحزاب تحددهم. نعم. وهذه تشمل طبعا من الوزير إلى الخفير، ما له علاقة حتى بتخطيط المدن. صحيح. صحيح. يعني تخطيط المدن جزء نعم. منها. طيب. نعم. دكتور فلاح، يعني ربما قرأتم أن بغداد عبر تاريخها تميزت بالتصميمات المعمارية الجذابة، مبانيها التي تعكس تراث الثقافي، أيضا تميزت الضواحي السكنية دوما برونقها المعماري والتزمت بقواعد التخطيط والبناء. ولكن تعتقد أن أزمة الهوية الثقافية والمعمارية أثرت وأدت إلى تزايد التلوث البصري في مدينة بغداد دكتور؟ أنا أيضا مع الدكتور الأخ رافع. نعم. التخطيط الاستراتيجي هو المهم للبلد كامل، فلا يمكن أن تبني قرية أو تبنى مدينة بدون توفير الوظائف الأساسية إلها، إذا كانت زراعية أو صناعية، بحيث تحافظ على هذا. في فترة من الزمن تم السيطرة على هذا الشيء، فلهذا انتقلت المعامل في كل منطقة من المناطق. لكن لما صار نوع من الهبوط الاضطراري بدون باراشوت للعراق كاملة بسبب الاحتلال، المعامل انسدت، الناس تسرحت، كلها هاجرت مثل ما تفضل الأخ سابقا. فالمدن بصورة عامة وبغداد بالخصوص فقدت الهوية. ومثل موجود بالتخطيط الحضري هو المدينة إذا فقدت هويتها فقدت الروح، هو فقدان الروح لها. وهذا يشبه أنه ويقال أنه المدينة بدون مباني تاريخية هي ما بها روح، أبدا ما بها روح. وهذا الشيء ليس معناه أنه بعض المدن بالخليج بها روح، لا أبدا، وإنما كلها متشابهة زجاج وغيرها، وأيضا ما بها روح لأنه ولا بها جودة حياة، بينما بغداد سابقا كان بها جودة كاملة وبها هوية. الآن كيف نضمن هوية؟ يعني في أي شارع من الشوارع، شارع الرشيد مثلا أو شارع الكرادة، البسطات المحطوطة أمام الرصيف، الرصيف هو للبسطات والمحلات فاضية والناس تمشي بين السيارات بالشوارع، وين القانون؟ فأيضا هي هوية. بينما تروح في مدن راقية هنالك
تسوق، هنالك رصيف تمشي عليه، الشارع مقسم إلى الباص والبايسيكل وغيره. فالطابع الأساسي اللي يمشي المدينة انفقد هذا للأسف، وجاء من العشوائية اللي أنا تحدثت عنها بالبداية اللي هي ضعف سيطرة القوانين. يعني من بعض مشاهداتي العام الماضي في بغداد، وللأسف بعد مدة طويلة راح أشوفه، يعني هو بطبع الحال الخاص هو عزيز على الإنسان، فنشوف مولات ونشوف محلات كبيرة ونشوف مطاعم فيها البذخ والثراء في التصاميم والمواد والإنارة وغير ذلك، لكن ترجع للشارع إلى الرصيف ينتهي الأمر، تبقى الشوارع كأنه هذا الشارع منبلل صار لعشرين سنة، كأنه هاي المخلفات والأزبال لم ترفع من سنة كاملة. فإذا شنو اللي راح يصير؟ أنا أدخل محل ومطعم راقي وأطلع أشتم الروائح؟ فأي يعني وين الهوية الطابع اللي يمشي هذه المدينة؟ فنشوف أيضا هو هذا السبب الأساسي، لأنه انتزعت المباني. يعني بالعكس للأسف يقول، طبعا احنا ما نقول على العراقيين، نقول على الإدارات الحضرية، الإدارات الحضرية التي تعاقبت، لا ما تعرف شنو التراث، ما تعرف شنو الهوية، ما تعرف شنو المشاريع، تعمل مشاريع عشان تخلي بجوبها، ما هي تعمل مشاريع للمواطنين. فلهذا السبب احنا ما نقدر نوصل بهوية حقيقية للمدينة على هذا الوضع الموجود. وبعدين نجي إن شاء الله شلون يكون الحل، الحلول بعدين. نعم دكتور. يعني من أتألم من واحد يروح إلى بغداد، أنا ما أقدر أسكن في بغداد أكثر من 4 أيام خلال شهر، بقدر تعيش فيها بسبب، مو بسبب هجراني إلها، بسبب الحياة العامة. يعني لا أستطيع أن أرى بيتي، المناطق اللي سكنت فيها ما أقدر ألقيها، أو المكانات اللي نعمل كنت أعمل فيها. كانت صحبتي زوجتي أقول لها هاي الجامعة التكنولوجية اللي كنت أشتغل فيها، تقول لي لا أنت تشاقة، وديتني غير مكان. صحيح. هاي مو جامعة تكنولوجية. تصور فتصور الهوية كاملة اختلفت عن هذا البلد، وصارت صار بلد للأسف يطلعون دائما بالصور مالته هو شوارع بسقاط. فأيضا الهوية المعمارية، وين الهوية العمرانية مال هذا البلد؟ ضاعت للأسف. طيب دكتور رافع، المدينة التي ليس لها روح هي فقدان المدينة لطابعها التاريخي كما تفضل الدكتور فلاح، تراجع العمارة التقليدية في الأحياء السكنية، وأصبحت معظم الأبنية الجديدة رديئة التصميم والتنفيذ. دكتور، هل يقصد بها إلحاق الضرر بالعمارة البغدادية وأهل بغداد الأصليين، أم أن المشكلة تشمل ربما جميع المحافظات؟ يعني مثلا البصرة والموصل من المدن التاريخية العريقة، هل مقصود بذلك فقط بغداد أم تشمل جميع المدن دكتور؟ أستاذ محمد، في حديثنا هذا هناك، يعني أقول هكذا، في هذا العالم ربما أكثر من 190 دولة، نعم، لكن كم عدد الدول القديمة التي تتميز بتاريخ قديم، تاريخ له عمقه في التاريخ، له عمقه في الماضي؟ يعني تجد في الصين مثلا، تجد العراق، تجد مصر، تجد هذه البلدان، نعم، يعني بلدان معينة تاريخية. لها تاريخ. هذه عندما تتحدث عن هوية مدنها تحزن إن لم تجد هوية لهذه المدن. الآن عندما تذهب إلى الصين، يعني تمر بمدن كثيرة، تجد كل مدينة تختلف عن المدينة الأخرى، لكل مدينة هوية. صحيح. معينة. هذا جزء من حفاظهم أو بنائهم التراكمي للحفاظ على هذه المدن بهذه الطريقة، وهذا بالنسبة لكثير من المدن. يعني لكن في العراق عندما كانت بغداد وكانت الموصل وكانت البصرة، الموضوع يشمل المدن كلها، ليست بغداد فقط، يعني ليست بغداد هي من تأثرت. نعم. أنا ابن بغداد وابن منطقة في الكرخ. نعم. معروفة. نعم. وعشت في أحياء صغيرة وتربيت بيها، لها نكهتها الخاصة، لها طعمها، هويتها، رونقها، ثقافتها الخاصة. صحيح. هذه انتهت الحقيقة، لم تبق. يعني هو أنت عندما تبني لي
بناء عالي كونكريتي، هل أنت ضفت إلى الهوية المعمارية للمدينة شيء إن لم يتناسب مع شكل المدينة ووظائف المدينة وراحة الناس؟ أبداً. هناك كثير من المدن الآن تضع مهندس مثل الدكتور فلاح تضعه وتقول له خطط لنا مدينة، يخطط لك مدينة من أجمل ما يمكن، لكن هل فيها روح هو اللي تحدث عنها؟ ربما لا تجد فيها روح. بلد جديد لن تجد فيها روح. صحيح. جميلة جدا شوارعها منظمة وأحياء، لكن ليس فيها روح، ما موجود هذا الروح، ما موجود الهوية، أشكال هندسية يعني منمقة وجميلة. نعم. وتعبر عن معمار جميل وأشكال هندسية، لكن واقع الحال هي ليست. صحيح. بغداد كانت تملك هذا وضاعتها. ضاعت بسبب السياسات، بسبب الرؤية القاصرة. يعني بعد 2003 هنا الكارثة. هل هؤلاء الناس يكرهون بغداد؟ ما هذا جزء من عنده. أنت تصل إلى نتيجة أنه من يخرب المدينة يكره هذه المدينة. صحيح. من يفعل بمدينة يشوهها بهذه الطريقة مثل ما يشوه صورة، لديك صورة ويشوهها أي واحد. صحيح. هذا مو طفل ويلعب بقلم ويشوه. صحيح. لك صورة، لا، هذا شخص كبير ويقول لك أنا مسؤول وأني كذا وأني كذا وأني منصبي كذا. عندما يأتي ويتصرف بالمدينة بهذا الشكل، هذا تخريب. صح. هذا جزء أنت تفسره بكره للمدينة. عندما تنتشر البسطات بهذا الشكل، عندما تكون الشوارع بهذا الشكل، عندما تكون المزابل بهذا الشكل، الطمر الصحي بهذا الشكل. يعني اليوم أقرأ تقرير حتى في الرافدين عن الطمر المواد الطبية للمستشفيات في بغداد. فقط في بغداد يومياً 4 طن. طيب وين يطمروها؟ يطمروها في أي مكان. هذا كله يؤثر على البيئة، كله يؤثر على جودة الحياة في هذه المدينة، على هوية المدينة، يخرب المدينة. فبالتالي أنت أمام حالة، يعني دعني أقول لك، أنت بالتالي تذهب إلى من يقود هذه المدينة، من يتحكم بهذا البلد، من يتحكم بإطارها السياسي، لأنه هو الحاكم. بالضبط. هو المسؤول عن هذا. فأنت ماذا تقول له؟ هل تقول له أنت أخطأت؟ الخطأ لا يفيد، لأنه إذا أخطأ الخطأ هذا متكرر وتراكمي، هذا كارثة كبيرة. نعم. إذن هناك عدم وعي، عدم قدرة للقراءة، كره، محاولة لتشويه هذه الصورة. يعني دعني أقول لك أنه في ساعات معينة أو في أيام معينة أو في أوقات معينة تتشوك، قد يصلون إلى حالة يقول لك هذا بغداد مو العاصمة، هذه بغداد التي كانت عاصمة الدنيا وعاصمة الخلافة العباسية وعاصمة العراق لعقود وقرون كثيرة. قد يصلون إلى حالة يقول لك لا، مو بغداد العاصمة، يغيرونها إلى مدينة أخرى. هذا شكل من أشكال الكره، شكل من أشكال احتقار الناس. صحيح. هذا ما له علاقة أنت ابن جنوب ابن شمال ابن وسط ابن غرب، هذا أنت عندك رمز معين، عندك مدن معينة. أنت مثل ما البصرة جميلة وراقية، الآن روح للبصرة، هو شكل البصرة التي طبعا. كانت لا طبعا. حتى هوية البصرة فقدت. هذه فقدت. صحيح. هذه الهوية الجميلة لهذه المدينة الرائعة فقدت. هوية الموصل لم تبقى هوية. صح. للموصل. صح. وهوية لكل المدن الأخرى لم تبقى. يعني المدن، أقصد المدن القديمة التي كانت. نعم. لها بصمة في تاريخ العراق، لم تبقى الحقيقة. صحيح. صحيح. ضيعوها بهذه. نعم. الشكل وبهذه العشوائية، لا تشمل فقط بغداد، لكن الثقل الأساسي في بغداد بسبب كونها العاصمة وسبب كونها سوقا رائجة، سوق للعمل، سوق للمستوى المعيشي. ما طيب لا دكتور. نعم دكتور فلاح، نأتي على الحلول. من ضمن الحلول التي طرحت، دعني أقرأ لك هنا أنه لا بد من وجود حاجة ماسة إلى توعية المواطنين بأهمية الهوية المحلية بكل أشكالها. وأيضا من ضمن الحلول التي طرحت أنه من الضروري توثيق التراث المعماري نظرا إلى قيمته التاريخية ودوره المحوري في تشكيل الهوية المحلية والحفاظ عليها. من ضمن هذه الحلول، كم يحتاج من سنوات لتطبيق هذه الحلول على أرض الواقع دكتور؟ أنا من أسمع هذا السؤال. نعم. يعني من الصعب الإجابة عليه. طيب. لأنه ماكو وقت زمني لهذا الأمر، الحياة اختلفت. أنا كنت أريد أتكلم عن المباني السكنية وشون تغيرت بشكل أكبر. نعم. بس أرجع إلى هذا السؤال الجيد. الإدارات الحضارية السيئة اللي مرت على البلد، على كل المحافظات،
وللأسف هذه الإدارات تقتبس تستنسخ السيء. يا ريت يروحون ياخذون الجيد ويوضحوه في مدنهم، مثل ما تفضل الأخ، الموصل فقدت هويته، كل المدن فقدت هويتها وصار كلها شكل واحد، عبارة عن شوارع تجارية، بسطات، إعلانات، بينما العالم كله تروح مدن وشوارع منتظمة، هنالك تنسيق وتخطيط معين فيها. الجواب على هذا أنه يجب أن يكون هناك ناس عندهم إيمان قوي في بلدهم والمحافظة عليه. ولما نشوف ناس أو أعمال مثلا في بعض المكانات، نقول هذا الحاكم أو هذا البلدية أو هذا صاحب القرار يحب مدينته فسوى هذا الشيء. والإيمان والعمل الصالح لازم يكون يؤمن بهذا الشيء ويعمل صالح، ويحتاج إلى الصبر. وأني أستشهد بسورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأمر يحتاج إلى إيمان بالإدارات الحضرية ونزاهة للعمل الصالح والجاد، وتحتاج إلى صبر مدة طويلة. أكثر شوف كل مدن أوروبا بال45 انهدت وتهدمت، كل أوروبا وإنجلترا وياها، لكن كان هناك إصرار وإيمان عند أهاليها أنه يعيدون النظر ويعيدون العمل فيها، ويبنوها مثل ما كانت حجرة حجرة، ووضعوا قوانين. وهذه القوانين للأسف الاحتلال جابها بشكلها، لكن العالم أو الإدارات ما حلتها، يعني اللي هي حكم الإدارات المحلية، مجالس المحافظات، مجالس البلديات، هم أهل البلد، هم اللي يقررون. فبنفس الوقت العيب ليس في الإدارات، وإنما أيضا أنا اليوم أفكر بالأمر، لا، العيب أيضا بالمواطنين اللي ينتخبون هاي الإدارات الفاسدة التي لا تعمل لصالحهم وإنما لصالح جيوبهم. فهذا السبب اللي يخلي لك هذا التخلف مستمر إلى أبد الآبدين. إذا لم يحدث ناس، ودائما أدعي بكل يوم: اللهم ربي هب للعراق ناس مخلصين يأخذوا على سكة الأمان والعمل الصالح، ويحتاج إلى الصبر. فهذا هو الدافع اللي يدفع الناس إلى العمل. ولهذا نشوف كل الدول الأوروبية تقدمت، لأنه تنتخب مجالس محلية، تنتخب. أنت لما تحكي على السكن، هذه الدول كلها ما بيها وزارات إسكان ولا تعليم عالي، زين شلون قاعد يسوون الشغل مالهم؟ هذا أيضا يراد سؤال أقدر أجاوبك عليه بعدين. دكتور، وقتنا انتهى، شكرا جزيلا لكم. دكتور رافع، أخيرا بدقيقة واحدة، شنو الحل لتعود بغداد إلى رونقها وجاذبيتها؟ والله يعني لا أعرف الحقيقة الإجابة على هذا السؤال، يعني صعب جدا جدا الحقيقة. الآن مع كل هذه العشوائيات التي بنيت، مع كل هذا التمدد الغير منضبط، مع كل هذا التخطيط المنفلت، نعم هناك قوانين يجب أن توضع، هناك سلطات سياسية يجب أن تزاح وتأتي سلطات أخرى. أهم شيء ربما يعيد شيء من هوية كل مدينة أن تأتي بمن يحب المدينة، من يحب البلد. هؤلاء هم البنات، هم الذين يستطيعون أن يبنوا شيئا. لأن أنت تسمع مدينة فيينا فازت في أجمل مدينة، وهو رجل عراقي في أصوله، هو مدير بلديتها أو رئيس هذه المدينة، لكن يحب المدينة. هم يتحدثون عنه، عندما تقرأ الصحف الأجنبية، الصحف هناك في النمسا تتحدث عنه، تقول إنه هذا الشخص يحب هذه المدينة، يعشق هذه المدينة. من يحب مدينة، من يحب مكانا، من يحب بيتا، يسعى لتجميله، لجعله من أجمل ما يمكن. هذا هو الحقيقة، يحافظ عليه بكل الطرق. هؤلاء لا يمكن أن يحافظوا على العراق كله
وعلى المدن، فهوية العراق وهوية المدن كلها فقدت بسبب هذا العدم. طيب وجود نعم. عدم وجود الحب. فوجود الحب والوفاء والإخلاص لهذا البلد هو الذي يصنع المدينة حتى وإن كانت القضية صعبة جدا. أنا أشكرك دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم دكتور. وأتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى المهندس المعماري ومخطط المدن الدكتور فلاح صباح الكبيسي، شكرا لكم دكتور فلاح على انضمامكم إلينا في طاولة حوار، شكرا جزيلا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.